بداية حفلنا هذا طبعا بمناسبة اليوم العالمي للأغذية الذي يصادف يوم 16 من أكتوبر من كل عام، حيث تحتفل معظم دول العالم الأعضاء في منظمة الزراعة الفاو بهذا اليوم نظرا لأهميته من أجل تأمين الغذاء الصحي لكافة سكان هذا العالم. معنا الآن كلمة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وهو طبعا الجهة التي تقوم بمراقبة كل ما يرد إلى بلادنا أو يصنع في مسألة الغذاء والدواء. يلقيها المهندس مصطفى قصيل مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز، وليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الغذاء طبعا من الأهمية في إنتاجه، والأهم أكثر هو الحفاظ عليه حتى يصل إلى المستهلك من بداية تكوين البذرة وقبل زرعها. تجهز البذور الآن حتى تكون في صحة كاملة وتنتج إنتاج قوي نصل به إن شاء الله في سنة 2030 لوصول لا جوع في العام. موضوع الغذاء طبعا موضوع مهم جدا جدا. الرقابة على الأغذية والأدوية هي أحد القنوات التي يمر بها موضوع الغذاء والدواء. فيما يتعلق بالغذاء طبعا احنا المركز يتكون من 6 فروع. عندنا فرع في المنطقة الشرقية في طبرق، وعندنا فرع في بنغازي، وعندنا فرع في مصراتة، وفرع في الخمس، وفرع في طرابلس، وفرع في زوارة. كل من هذه الفروع لديه يا اما منافذ برية او جوية او بحرية. مثلا ناخذ طرابلس، عندنا منافذ برية ومنافذ جوية. بالنسبة للمنطقة الغربية زوارة والمنطقة الشرقية في طبرق عندنا المنافذ البرية. يضيف إلى ذلك عندنا 10 مكاتب موزعة على ليبيا، طبعا توزيع جغرافي ربما يكون منسق. يعني عندنا فروع مثلا في سبها، عندنا في القطرون، عندنا في غدامس، عندنا في غات، عندنا في درنا، في الكفرة، وفيه في 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 البيضة، وفي مجموعة من الفروع. المركز طبعا مهمته الأساسية هي التفتيش والرقابة على الغذاء فيما يتعلق في موضوع الغذاء. لدينا المختبرات طبعا في كافة الفروع، كل 6 فروع فيها مختبرات خاصة بها، ونتعاون ما بين عندنا ترابط يعني مباشر بين الفروع وبعضها في حالة الحاجة إلى تكرار بعض التجارب أو الاختبارات للتأكيد على سلامة أو عدم سلامة السلعة. فروعنا طبعا مترابطة بكل وسائل الارتباط التقني. الفروع مجهزة بالعديد من الأجهزة والمعدات الخاصة بالتحليل الغذائي. طبعا المركز ساعي ودائما يسعى، وفي هذه السنة يعني تم توريد مجموعة من الأجهزة الحديثة فيما يتعلق بالميكرو الكروموتوغرافي والأجهزة المكملة لها، وفيما يتعلق بتحليل المياه. طبعا موضوع تحليل المياه موضوع يعتبر هام وحساس وأساسي الآن، خاصة وأن تعبية المياه تزرعت وتناثرت في ليبيا بشكل رهيب، حتى ربما ما فيش ولا مؤسسة في ليبيا ولا جهة تعرف عدد مصانع المياه. يعني لأن تعبية المياه من حاجات ما هيش الحاجات البسيطة، حاجات خطيرة شوية تنقل الأمراض. في بعض الناس يعني يعبوا في المياه مباشرة دون المرور بأي تعقيم. المهم في موضوع المياه هو موضوع التعقيم. الاختبارات دائما يعني احنا في كل سنة عندنا تمر علينا مش أقل من 50 إلى 60، تصل حتى في بعض الأحيان إلى 70,000 شحنة. كل شحنة احنا نقوله متوسط مثلا متكونة من 3 شحن من 3 أنواع من السلع. كل سلعة متكونة مثلا من مجموعة من الباتشات أو من الورديات أو من الوحدة، فنصل أحيانا إلى 200,000 اختبار في السنة. هذا طبعا وراه بشر، وراه متخصصين، وراه خبراء في مختبراتنا. الحمد لله يعني دخلنا في منافسات حتى في بعض الدول المتقدمة، رفضنا احنا سلعة، ولما هي رفضت ان احنا رفضنا السلعة دخلنا في تحكيم ودخلنا في اختبارات عند المختبرات الدولية المعتمدة، والحمد لله وفقنا ربي ونجحنا احنا وفشلت الجهة. والحقيقة يعني الدولة كانت دولة متقدمة جدا، فاعتذر السفير واعتذروا الشركة واعتذرت يعني كافة الناس اللي مفروض كانوا يعتذروا لنا. هذه طبعا واحدة الشهائد يعني اللي احنا نفتخروا بها في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. الساعين ان احنا نطور انفسنا. موضوع الرقابة الداخلية طبعا موضوع حساس ومهم، يتطلب طبعا تكاتف كافة الجهود من كل مؤسساتنا، يعني سواء كان مؤسساتنا الرقابية، واول رقيب الحقيقة هو المستهلك نفسه. يعني اول من يحمي نفسه المستهلك نفسه. ياريتنا نعرف نختار غذائنا صح، ياريتنا نعرف يعني نفضله بين الغت والسمين زي ما يقولوا.
مركز الرقابة على الأدوية فاتح صدره لكافة الملاحظات وكافة الانتقادات. احنا على استعداد تام يعني للتعاون مع أي جهة أو أي شخص، ويريتكم لما تلقوا حاجة سلعة مثلا مضروبة ولا خاصة لفئة مخاطر صحية، ياريتنا مش نرموها بس ياريتنا نبلغوا عنها. يتبلغون احنا مثلا في الرقابة على الأغذية والأدوية، يتبلغوا الإخواننا في الحرس البلدي على الأقل، يعني نحدوا من عملية الخطر متاعها أو التسمم أو قدر الأضرار اللي تحدث عليها. شكرا على استماعكم وبارك الله هذا الاجتماع. شكرا للمهندس مصطفى قسيل من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ونشكر كل أجهزة المركز على قيامها بواجباتها من أجل حماية المواطن والمستهلك. طبعا معنا الآن كلمة الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، يلقيها الأستاذ محمود غميض نائب رئيس الاتحاد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، باسم كافة جمعيات حماية المستهلك، منتسبي جمعيات كافة حماية منتسبي جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في ربوع الوطن، ونيابة عن أعضاء الاتحاد الليبي لهذه الجمعيات، يسرنا أن نحيي كافة من كان لهم سبب في وجودنا هذا من المخلصين من أبناء هذا الوطن. ويجدر بنا أن نحيي منظمة الفاو لدورها الريادي بان استقلال ليبيا من يد ومد يد العون في رسم سياسة الأمن الغذائي في ليبيا وأرشيفها شاهدا على ذلك. أيها السيدات والسيادة، إننا في الاتحاد الليبي نركز على سلامة الغذاء التي أصبحت تحتاج إلى توعية المسؤول قبل المواطن، فأصبح الغذاء يصل إلى المواطن غير آمن من خلال رحلته من الأرض إلى الرف ومن المصنع إلى الرف. إن غياب المرشد الزراعي والحيواني والبيئي عن أرض الوطن وغياب الأمن على حدودنا جعلنا نتعرض إلى هجمة شرسة هدفها هو سلامة الغذاء. إن غياب مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك الممنهج على جهلنا ساهم في غياب الوعي والتوعية لدى كافة شرائح المجتمع. أيها السيدات والسادة، إننا في هذا اليوم نشد على أيدي كافة من له علاقة بسلامة الغذاء من مسؤولي دولة ومنظمات عالمية، إن ليبيا تصرخ ففيها تصل الأسمدة والأدوية المحرمة دوليا في غياب الإشراف على دخولها واستعمالاتها، وهذا ناتج من جهل المواطن وحرصه على سلامة منتجاته التي أصبحت تلتهمها الآفات. ومن أمثلة ذلك المنتوج الرئيسي في ليبيا التمور الذي أصبحت تلتهمه العناكب وتحيله إلى علف حيوانات وغير ذو جدوى اقتصادية. ويحصل كل هذا في غياب وزارة الزراعة والمنظمة الدولية الفاو، وأشير إلى استعمال كثيرا من المزارعين للدواء الجرب عفاكم الله وأدوية أخرى محرمة دوليا. أيها السادة والسيدات، إن دور جمعيات حماية المستهلك من خلال ما رسم لها يعد بعد الدور التشريعي والدور التنفيذي للدولة، يأتي دورها من خلال نشر الوعي والصدح بمتطلبات المستهلك أمام هذه الأجهزة. وليعلم الجميع إن الاستثمار في هذه المؤسسات والنخب الغير رسمية التي هدفها نشر الوعي هو الاستثمار الأمتر. السيدات والسادة، في الختام، وحماية المستهلك في ليبيا وفي يوم الغذاء العالمي والقضاء على الجوع والفقر والمرض، علينا أن نتجه إلى سلامة الغذاء، حيث نطالب بالآتي: رجوع المرشد الزراعي والحيواني والبيئي إلى الأرياف والقرية والقرى ودعمه وتدريبه، فهو الناشر الأول لثقافة سلامة الغذاء. دعم كافة الأجهزة الرقابية في الدولة لضمان وصول السلع وتداولها بالطريقة السليمة. مساهمة الدولة والمنظمات الدولية باحتضان النخبة من أفراد منظمات المجتمع المدني بالتدريب والرعاية والمشاركة في المحافل الوطنية والدولية لتوجيههم في نشر الوعي والثقافة المطلوبة للمواطن. نطالب المنظمة الدولية الفاو في المساهمة في رفع التوعية من خلال تدريب أفراد هذه المؤسسات التي حرمت خلال 40 سنة من خلال التجهيل المتعمد للدولة والمواطن. وفي الأخير، أدعو كافة الحضور إلى المساهمة في دعم الاتحاد الليبي لحماية المستهلك في جمع
كل من له علاقة بصناعة الخبز في طاولة مستدارة لحماية سعر وجودة الخبز. أشكركم وحفظ الله ليبيا.